تحت رغبات الجميع وفي إطار تجهيز طيور الكناري، ما نتمناه كلنا ذكور في قمة الجهوزية بتغريد قوي وإناث جاهزة 100%، بيض وفيل، بيض مخصص بنسب عالية، برنامج محكم ومدروس. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بالجميع، مرحبا بكم كامل، أتمنى تكونوا في صحة جيدة، ثم أهل ديالكم والطيور ديالكم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلى الله عليه وسلم. قبل ما ندخلوا في الموضوع كالعادة الشكر الجزيل لكم جميعا من كل قلبي، شكرا على التعاليق الجميلة والمحفزة، شكرا على الإعجابات ومشاركة الفيديوهات مع الأصدقاء، وإذا كنت أول مرة كتشوفني ولا كيعجبك هذا المحتوى خلينا اشتراك في القناة ومتابعة على الصفحة إذا كنت كتشوفني من الفيسبوك. في المقطع ديال اليوم غادي نشوفوا برنامج محكم ومدروس بنتائج مبهرة، ولكن قبل ما نشوفوا البرنامج ديالنا اللي غادي يدوم 4 أسابيع و4 أيام غادي نشوفوا الخلطة اللي قدمت للطيور ديالي بعد ما عطيتهم الحمام، بعد ما استحموا الطيور ديالي قدمت لهم الخلطة. الخلطة مكونة من الخس، من الباتي الجاهز، يمكن لكم تعوضوه بالبيض المسلوق، وغادي نضيف لها بعض المكملات، وهذا الشيء غادي نشوفه في المطبخ. واول حاجة غادي نحتاجوها في الخلطة ديالنا هي الخس. الخس كيف ما كتعرفوا راه غني بالفيتامينات والمعادن وكيساعد في الجهوزية. غادي نجيبه نغسله مزيان، تذكروا دائما نغسلوا الخضر اللي كنقدموا للطيور ديالنا بشكل جيد، من بعد غادي نطحنوه في الخلاط ولا بالموس، واول يعني اهم حاجه هي تحيد منه الماء، تخليه ينشف مزيان حتى يقطر مزيان من داك الماء يرجع على هذا الشكل هذا. وبعد هذا الشيء غادي نضيفوا البيض المسلوق اولا الخلطه ديال الباتي الجاهز اللي عملت انا كنضيف الخلطه ديال الباتي الجاهز لان هذه واحد 4 ايام عطيت البيض المسلوق. غنخلطو مزيان، والخلطه اللي استعملت انا راها جافه مع داك الخس، واخا قطرناه راه باقي مازال فيه الماء، غادي يتنشف الخلطه ديالنا، غادي تجي ماشي ناشفه بزاف، وهذا هو القوام اللي خصنا نحصلوا عليه. وغادي نضيفو البريد ماكس. ما كتعرفوا البريد ماكس فراه كيساعد في تكون عنقود البيض وكيعطي بيض وفير بالتجربه يا اخواني. وغادي نضيفو حاجه ضروريه للاناث ولكن حتى الذكور كيحتاجوها، الا وهو الكالسيوم، وكنضيفو كالسيلوكس. ما عندكش كالسيلوكس استعمل اي مكمل غذائي عبارة عن كالسيوم، واخا يكون سائل او لا باودر يعني بودرة ماشي مشكل. المهم ما كيهمش الشركة، ما كيهمش يعني كاين شركات معترف بها يعني والمنتوجات ديالها في غاية الفعالية، ولكن اللي لقيتي واللي عندك موجود في الدار استعملو. انا استعملت كالسيلوكس هو اللي كنستعمل دائما. ودابا نخلطو مزيان اخواني باش يتجانس الخليط ديالنا ونقدموها للطيور ديالنا بالصحة والعافية، وهذا هو الشكل النهائي ديال الخلطة ديالنا ديال اليوم. انا جات المرحلة ديال التقديم، قدموها كيف ما بغيتو، المهم هو يستافدو منها الطيور، المهم هو ياكلوها الطيور، هذه ما عندي ما نقول فيها. جات اللحظة اللي كنستناوها جميع، عطينا داك البرنامج، برنامج التجهيز، واخا خلي غير لايك الفيديو، ومن بعد ملي سالي الفيديو كتب تعليق بالرأي ديالك، إلى ما جبرتي ما تقول كتب غير جميل إذا أعجبك الفيديو بطبيعة الحال، واشترك ولا عمل متابعة للصفحة، هادشي كيدعم المحتوى وكيخليه ينتشر باش يوصل لعدد أكبر من الناس، أنت راك كتساهم بهذه الطريقة هذه. ورينا ذاك البرنامج. هاد البرنامج هذا كيف ما قلت لكم راه كيدوم 4 أسابيع و4 أيام، أنا إن شاء الله غادي نبدا قبل نهاية السنة بأربعة أيام، بس إن شاء الله في أول يوم من فبراير نجمع الذكور مع الإناث. وهنا في هاد البرنامج غادي نحتاجو يكونوا عندنا الذكور مع بعض والإناث مع بعض بس كتسهل علينا العملية، ولكن إذا بغيتي تفرقهم ماشي مشكل، ولكن في هاد الطريقة هادي ملي كتفرقهم فراه الكميات ديال الفيتامينات والمكملات كتفرقها وكتكون بكميات أكبر، يعني كتستهلك أكثر من المنتوجات. هادي غير طريقة باش كنقتصدو شوية في المنتوجات. ونبداو بأول حاجة، البرنامج ديالنا كينقسم الى اثنين، عندنا ماء الشرب وعندنا الباتي الجاهز او الباتي المنزلي.
باتي المنزلي كنقصد به خلطه البيض، خلطه الخضر، الجزر والفلفل الى اخره، خلطات اللي كنستعملوا. بهذه الطريقه هذه غادي تقدم فيتامينات او مكملات في ماء الشرب، وغادي تقدم بعض المكملات في الباتي، لان ما يمكنش في الماء تخلط جوج ديال الفيتامينات او لا جوج ديال المكملات، فراه ممكن يكون واحد التفاعل غير مرغوب فيه. وهكذا غادي نبداو في اول يوم، ولكن كيف ما قلت لكم الذكور بوحدهم والاناث بوحدهم، لان ما كنقدموا لهمش نفس الحاجه. عندك الاثنين والثلاثاء اول يومين في البرنامج غادي نقدموا خل تفاح بمقدار 2 ملم في ماشي لتر ديال الماء، غادي نقدموا 2 ديال الملم في 50 سنتيلتر، يعني في داك المشربيه ديال 50 سنتيلتر غادي تقدم 2 ديال الملم. ما عندكش باش تعبر 2 ديال الملم غادي تقدم 40 قطره، 40 قطره تعادل 2 ديال الملم. نقدموا هذا للذكور وللاناث، وغادي نقدموا في المقابل ديالهم في نفس الايام غادي نقدموا الباتي. ما تشوفوش في هادشي اللي كاين لتحت، راه مازال ما جا الوقت ديالو. غادي نقدموا الباتي العادي، وغادي نقد اولا غادي نقدموا الباتي المنزلي، الخلطه ديال البيض والخلطه ديال الخضر. وهادشي كله مرتبط، كتفكروا هاد الفيديو ماشي السابق اللي قبل منه اللي كنت هضرت لكم على التجهيز بالاكل، يعني بالتغذيه، الكميات اللي كنعطيو للطيور، وهنا نفس الشيء غنعطيو الكميه اللي كيستهلكوها الطيور في يوم، وكل يوم غادي نبقاو نزيدو في الكميه. ملي غادي نوصلوا الاسبوع غادي نكونوا كنعطيو لهم الباتي، ولكن كيبقى لنا اليوم الثاني ما غتزيدهمش الباتي، غادي يعني ما غتزيدش تعطي كميه جديده من الباتي، فقط تعمر داك الباتي باش يكملهم نهار وشويه، نهار ونص، يومين تقريبا هكذا، باش الطيور كيتعودوا على وجود الاكل بكثره. من بعد اليومين الاولين غندوزوا ليوم الاربعاء. يوم الاربعاء عندنا للذكور فيتامين او سيلينيوم، غادي تشوفوا اي منتوج بغيتو تقدموا نتوما، وانا غادي نقدم الاوسيلينيوم ديال افيان فيت. كيف ما قلت لكم الشركه ما كتهمش، المهم تكون شركه من الشركات المعروفه والمنتوجات ديالها الفعاله. وللاناث كيف ما غادي تشوفوا غادي نقدموا ال ا دي 3 او، نفس الشيء غادي نستعمل افيان فيت، وانتم تستعملوا اللي كيريحكم. والمدة ديال التقديم كتكون هي 4 ايام متتاليه، الاربعاء الخامس الجمعه والسبت، وكندوزوا للمرحله التاليه الا وهي يوم الاحد، مشروب الزعتر. مشروب الزعتر كتعرفوا كنعملوا الماء يغلي، كنخليوه حتى يوصل درجات الغليان، ومن بعد كنضيفوا عليه ملعقه من الزعتر. هذاك المشروب كنخليوه يغلي واحد جوج ديال الدقائق، من بعد كنزولوه من النار من العافيه، وكنخليوه يبرد. هو مغطي، غطيه ضروري ما تغطيه باش داك المكونات ما تمشيش مع البخار كترجع في المشروب. من بعد ما يبرد غادي تجيب داك كاس ديال هذا المشروب ديالنا، وغادي تضيفوا لتر من الماء، الماء العادي، يعني غتضيف كاس غتضيفوا لتر من الماء، وبهكذا كتقدم للطيور ديالك. وبعدها كيجي يوم الاثنين، يوم الاثنين كنعطيو الماء العادي، وهذا هو السبب علاش غادي يكونوا عندنا 4 اسابيع و4 ايام، لان كل اسبوع كناكلو فيه واحد النهار باش كنقدموا الماء العادي للطيور. والباتي كنكملوا فيه على نفس المنهاج، ما كنقدموا فيه حتى حاجه، كنقدموا فيه فقط كالسيوم ديال كالسيليكس، كتقدم فيه مثلا بريد ماكس، هاد المسائل هادي اللي هي عاديه كيف ما كنوريكم في هاد الخلطات اللي كنقدم في هاد الفتره هادي. ولكن في اخر اسبوع غادي يكون التغيير، في اخر اسبوع كنقدموا هاد المنتج هذا جروك نيو من دكتور كوتل، هو عباره عن مكمل غذائي، وفي حد ذاته كيعطينا واحد الوقايه من العديد من الامراض، الميغا بكتيري، النقطه السوداء اللي هي العدو اللدود ديال المربين، فراه الفراخ اللي كتكون فيهم النقطه السوداء غالبا ولا ما كنتيش كتعرف راه كيموتوا. وكيعطينا وقايه من التهابات البكتيريه، من الكوكسيديا، من لاتوكسوبلازموز. هذا الدواء هذا اخواني عنده واحد النتائج مبهره، كتعرفوني انا ما كنعملش اشهارات، ولكن كنقدم لكم الحاجه اللي غادي تنتفعوا بها، الحاجه اللي كنستعمل انا واستعملتها وجربتها وعطاتني نتائج حسنه. الحاجه اللي ما كتعطينيش نتائج حسنه فراه ما كنبقاش نستعملها، وبالتالي نتوما راه كتشوفوا شنو اللي كنستعمل.
وهكذا كنكونوا في الاسبوع الاخير كيف ما قلت لكم غادي نقدموا هذا المنتوج هذا. وبالنسبه للماء الشرب فنفس الشيء غادي نقدموا ذاك اللي شفنا في الاسبوع الاول، غادي نبقاو طيله الاربع اسابيع واربعه ايام غنقدموا نفس الشيء، ما كاينش تغيير. خل التفاح، فيتامين او سيلينيوم، فيتامين ا دي 3 او بالنسبه للاناث، ومشروب الزعتر غادي يكون مره في الاسبوع. واليوم اللي موراه كنعطيو ماء الشرب. اخواني كيف ما قلت لكم في المقطع اللي فات، فيديوهات هذه الفتره هذه غتكون طويله شويه، غنصبروا باش نوصلوا المعلومات كامله ونستافدوا جميع ويكونوا عندنا نتائج جيده. فبالدور ديالكم نتوما دعموا هذه المقاطع اخواني باللايكات بالاعجابات بالتعاليق الجميله والمحفزه، شاركوها مع الاصدقاء ديالكم. وكما كنقول دائما اللي ما مشتركش يخلي اشتراك، متابعه للصفحه اذا كنتي كتشوفني من فيسبوك. نتمنى نشوفكم في صحة جيدة في فيديو قادم إن شاء الله. إخواني السلام عليكم.